تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شباب ريم. في هذه الحلقة التي نخصصها لمشاكل الطلاب الجامعيين في ظل المظاهرات ومشاكل المطعم الجامعي والنقل أيضا، معي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيدي ولي يحيى وحمود محمد وطالبة أقلانا عبد الله. لا هنا بدأ معك سيدي ولي يحيى، أين هو الطالب الموريتاني من حجم الطموحات المعلقة عليه؟ يقول لك أنا الطالب الموريتاني واقع تعيس يعيش اليوم، الواقع اللي يعيش الطالب الموريتاني اليوم واقع ركيك. طالب الموريتاني يعاني، طالب الموريتاني في هذه الجامعة اللي كنا معلقين عليها ياسر من الأمال، كنا عاقدين عليها ياسر، كنا مواسي عنها ليت تعود نقلة نوعية في التعليم. هذه الجامعة مأساة حقيقية يعيش فيها الطالب الموريتاني، نتيجة للارتجالية، نتيجة للظلم اللي يعاني منه الطالب الموريتاني. الطالب الموريتاني مسروق خارج الدشرة في ذيك الخلاء من الأرض، مزروق ما عنده نقل، مطعم واقع وركيك. الصورة اللي انتشرت في وسائل الإعلام تناوله كأن فضيحة ما تجي بنص الواقع. طالب الموريتاني يعيش مأساة حقيقية وينقمع على السبت على أنه طالب بحقه في النقل، وما رفض ما وما طالب بتعميم بورسات، ما طالب بحل مشاكل الجذرية اللي عاني منها مئات السنين، اللي ما نعرف كاع كم سنة، ما نقدر نقول كم سنة من ساعة اللي خلق التعليم عاد فات خلق. طالب الموريتاني يعاني خصوصا في المركب الجامعي الجديد، حياته بائسة بائسة. شمن الجامعة الجديدة عندك الجامعة يقرأ فيها إلا أولاد الفقراء، إلا أولاد الفقراء، أولاد الطبقة الوسطى، نعم، أولاد الطبقة البرجوازية من المجتمع يقرأوا في الخارج والله في التعليم الحر. هل هو حقا في جو يسمح له بالتحصيل العلمي أم لا؟ بسمحي له، هو في جو يسمح له بالتحصيل العلمي. هو الطالب والله الطالبة ليه توع الساتة مع الصباح، ليه يتعود ساكن فترة في الدشرة، ليه توع الساتة ساوك تخرج صلاة الصبح، وليه يتكجن وعد وقفة راهية. مثلا حد ساكن في الترحيل، ترحيل توجوني اقرب وقفة عنده شنو؟ وقفة 24، لا يقيم وعد 24، لا يوصل للرابع 24 راه قدام الطلاب، راه قدام عدد من الباصات مو كافي، وفي الغالب مو لا يجبر بيه سلاحكو، ولا يجبر بيه سلاحكو، لا يجبروا يلاحقوا بطريقة نختي ما نعرفكم ما نعبر عنها. لماذا طلاب ما يعبروا بطريقة سلمية ويحاولوا على انهم يتقلبوا على مشاكلهم بدون مظاهرات؟ الطلاب ندوا وعدوا اكثر وبدون اثارة الفوضى. ان شاء الله نجاوبك واضح. طلاب ندوا بياسر من الطرق، بياسر من الروايات، وجبروا ياسر من الوعود، والمشكلة ما جديدة من السنة الماضية، ما حد إن الله كليتين، كلية العلوم كلية الطب. السنة جات كلية الآداب، كلية الآداب عدد الطلاب فيها أكثر من عدد الطلاب كليتين مجموعة. مركب الجامعي الجديد فيه زايد على 10,000 طالب، وراه هي السنة الجامعية لها شهر و15 يوم والله شهرين عاد انفتحت. الطلاب ما تحركوا ما هو الاثنين ما هو يامس اللي هو الاسبوع الماضي هو اللي تحركوا، الوضع عاد كارثي. ما تلاقوا قدوا يصبروا وين يتحركوا، تحركوا بطريقه مثاليه في السلميه، قروا مكان خارج عن الدشره بعيد عن الشبهات، يجابروا فيه ويعتصموا فيه من السابعه مع الصباح الى الرابعه التحميس، يرجعوا هدفهم منع القرايه لين توفر لهم اللي يدوروا. ذا هو هدف الطلاب، ولا كانوا ما عدلوا ما تحس بهم حد ولا يتكلم عنهم حد، وعدلوا بطريقه مثاليه في السلميه، ما بدك يتوتر ما عدلوا شيء. البوليس يبطوهم هم ينادوا بالسلميه، يعيطوا مازالوا سلميه سلميه. نعم. وذا اللي خلق اليوم، الوضع اللي خلق اليوم وضع كارثي. نعم. جماعه من الطلاب قاعده هدفها سلمي، احتجاج سلمي، تجيهم الدرك مسخره. صورة وضحت. لاهنا ننتقل لحمود، شكرا لك. لاهنا نرجع لك مرة أخرى. هل دور النقابات إيجابي أم سلبي؟ السلام عليكم ورحمة الله. أولا نشكركم على الاستضافة. لاهنا نقول لك أن النقابات أولا هذا معدلين الطلاب عفويا. نعم. معدلين الطلاب عفويا. النقابات كان دورها دور إيجابي، لأنها عند منين قعدوا الإدارة ديك الساعة خلق الإضراب، قعدت في الإدارة وعيطت الأمناء العام. قالوا لهم نحن يعدلوا حل جزئي وقولوا للطلاب. قال لهم نحن طلاب حريتوهم انتوما
بالمشاكل يلين مشاو خاو ونحن ما عندنا وجه نجر الطلاب نقول لهم خلوا عنكم يضربكم بلا معنى. هذا اولا يذكر ويشكر النقابات. وهذا لين نذكر ان هذا الاضراب اضراب طلابي بحث. نعم. ما فيه النقابات، النقابات فهم لانهم نقابات في النهايه طلاب. يقال ما فيه قيادة. شنو كان نقابي. موقف النقابه؟ النقاب كان موقف ايجابي جدا، وكان موقف تحمسي، وكان موقف كبير يذكر لهم فيه الشكر. نعم. يقال في النهايه انا نذكر ونشكر ونثمن لهم. نوع انحراك طلابي ام نقابي؟ طلابي طبعا، نوع انحراك طلابي. يقال في النهايه نقابة طلاب. نعم. ما يجد حد يقصيهم، فهمت؟ طبعا. هذا دورهم كان دور ايجابي. ما صدروا للقياده، لان فمتها طلابهم القياده. يقال في النهايه عادوا هما لاداره عرف الله هما. وتلفنهم قالوا لهم نحن ما لنا فيهم دور ولا من قدام. هذا معدن الطلاب حريتوهم. نعم. شهرين في ذوك الخلل 7000 طالب، والله ما يربو على 7000 طالب، 7000 هي اقل تحديد. جايب لهم 14 بيس متهالك، قطع فريم منها واحد، هذوك اللي تطب قامت ناس تعيط، قام الطافيلات بسيكنا تاوي بكو تاعد هذا منا ميكرو قربوا منك لو سمحت. والله قام هذا وضعيه كارثيه. حروا الطلاب، حروا الطلاب. انا نشوف واحدين فين في الميدان ما هو نقابيين. لو كان ماخذ، لو كان ما في وضع كارثي ما يخذ. في الحقيقه الدوله في النهايه هي المعدل هذا. وشركه النقل العمومي باصاتها للامانه متهالكه كاملها، واذا نقلع مديرها وندار واحد اخر هذا بلا معنى. لان الطلاب، الطلاب يدوروا بيسات مكتوبه لهم جامعه نواكشوط، والله مركب الجامع الجديد. عود يلاقي خليك بور عاد في روايه تنبا، ما يعني بيسات ما هم ماشي. ولا قاسم وايب عدل فيها روايه ما ماشي بيسات الطلاب. واذا خلقت اخسر واحد انا عودوا بيسات الجامعه، باصات الجامعه خاصين بالجامعه. فهمتي؟ عودوا الطلاب يمشوا فيهم فرياحيه ويكثروا نقاط، نظم 5 نقاط تنقل، يكثروا نقاطها، نظم بليدات العبد لهم يركبوا وحدهم يركبوا في البيسات. فهمتي؟ نعم. هذه المرحله قاعدين نحن حالا. اصلت الفكره. شكرا لك. قلنا هل يؤثر تموقع الجامعة البعيد على تمدرس البنات بالمستقبل أو في الآن في الوقت الحاضر؟ راح نختار نشكركم يعني ونختار مودي نقول لك عن حد في الاستمرار في القراية بالنسبة للطافيلات اللي راه يجب عزيمته، لأن نحن الطافيلات طبعا ما قدرنا نكرو عن تتمكن من عوايد وتقاليد، ولكن نحن صراحة فسخناها تعالجين في البيسات مع شملة غلاس. هذا في حالتنا إجبارنا بيسات ياسر من الطافيلات ونعرفهم اللي وقف في نصف السنة، اللي وقف في نصف السنة ولا كمل السنة، وياسر منهم أهلهم باو يكملونهم الدراسة. ونحن هذو الأخرين اللي مازلنا فيهم مفرسن عليها روسنا، إلا نحن مفرسن عليها روسنا توم دايقين مع الأهل اللي كان نقدو نتكلموا في المجتمع ولا نعودوا بشهاداتنا. زيادة عليك نحن نختار نوضحوا لكم هنا المطالب اللي كنا ندورو واللي قاعدين لهم هنا، ونقول لكم بعض المطالب اللي كنا ندورو هي بعد كاع ناقل محترم. نعم. الطلاب يليق بالطلاب بالطبع، لان منبر الشباب ريم هو منبر الشباب. الله يجازيك. نحن نختار ونقول لكم عن لابد ان ناقل محترم يليق بالطلاب. نحن الطلاب جامعه، ما لنا طلاب ابتدائيه ولا طلاب ثانيه سوهم شنو. نحن مول انتقلنا طاونا جامعه، والله الا في علم مركب جامعي زين. يقر مركب جامعي زين، نحن ما دارنا وجودنا ولا متحفرين به، ولذلك نحن ندور روايه نقدر نوصلوا نوصلوا للقرايه. نطلعوا مع الصباح الساته مع الصباح نقيوا ماشيين نوعا الخامس. نعم. الا يرى طالب نقله نوعيه بمقارنه بالجامعه القديمه؟ لا. لا يرى الطالب نقلة نوعية مقارنة بحالة الجامعة القديمة؟ الجامعة القديمة بعد كاع في نقر الدشرة، كل حد قد يوصل لها، وعدينها تاكسيات وكل شيء قد يقيسها، كل حد قد يقيسها هو حر راسه بفوتة شخصية له، والله قاعد تاكسي يقد يكري، هاي الثانية 30 7 كيلوات من قد بيج ماركت، فما بالك به الترحيل، وما بالك به عرفات وهل المناطق باطل العشوائية اللي بعيد، ما يقدروا يوصلوا في أي ما يقدر واحد منهم يوصل للبيسات. ما هو يركب بدر التاكسيات والأربعة هذا كانت هي مأساة نحن نعيشها فعلا من السنة الماضية. يقال السنة الماضية ما من السنة الماضية نحن قلنا ونددنا بها، يقال ما هو بدرجة هاي السنة. السنة الماضية كنا شمال حق 4000 ولا 4000 طالب في كلية العلوم والتقنيات وكلية الطب. هاي السنة هي الحمد لله تقدر تصل إلى 11700 طالب. خارسنتي 11700 طالب كانت قد تلحقها 10 بيسات. 10 بيسات كانت قد تلحقها، ما هي بيسات احنا ما نقدر نقول بيسات، هي 10 جنايز. هي 10 جنايز ما قد توصل، لا اما لا يتوقف في الطريق، اما لا تخسر في الطريق، فهمتي؟ اذا اجبرناها كاع نحن شي من اللي هي طرحها كراع وشي من اللي هي طرحها كراع، واكثريتنا اللي هي بقهم.
شي من نفسه يكون عنده باص لهي شي لهي يشري به من التواقط في الجامعه لهي عمرو في الباص. هاي فعلا حاله ماساويه ولا يجد حد ومدي يدوم عليها، ونحن مودي منجين بها حتى ومنجين ومن هذا من برانا مودي نختار ونقول للطلاب عند الله يزيد عزمهم ويزيدهم حتى عنهم ما يفتصل مع مطالبهم لين يحققوا. نعم شكرا لك. هل تقتصر تلك المظاهرات على مطلبي الجامعة مطعم الجامعة والنقل، أم أن هناك أيادي خفية وراء إضراب الطلاب؟ شتي حد لا يقول عن إضراب الطلاب وراء أيادي خفية، هم تخيل بين الطلاب، هم ديك بين الطلاب، هم إثارة المشاكل وتخسار اللي لوس الطلاب 10 أيام ولا 11 يوم واحدين فيه. طلاب ما حركوا مو فرضاتهم على الظروف، ما حركوا مولين ما توقيتوا يصبروا ذي الواقع لهم، ما حركوا مولين انحروا إلين انحروا إلين انقطع الطريق بيس عند كلية الطب، لولا زوالة من الترار كان لا يدخل كلية الطب كانوا لا يفرقوا، ما حركوا مولين بتبطوا عند الوقفة عند وقفة سكوكو، ما حركوا مولين خلقت ياسر من المشاكل، حركوا بعد ياسر طافوا شي ما يختاروا يحركوا يختاروا مشكلة تنحل لهم وجبروا ياسروا النعود ولا عدلت لهم. معناها عن حد لا يقول عن وراها يدي وراه لا الوضع الكارثي اللي يعيشه الطلاب هو سبب اللي تحركوا. مطالب الطلاب الأولوية هي النقل. نعم بدون نقل ما نقدروا كاع نوصلوا للجامعة، ياك نطالبوا بشيء آخر. ثانيا المطعم وضعيته كارثة. شتي المطعم لعلمك ينتصب لهم في المطعم الجامعي القديم ويرتفد لهم الوكيل في بيسات ما تراعي اي معايير صحيه للصحه العالميه، ما تراعي ابسط المعايير الصحيه. معناها عن حتى قاع بدون قاع ما نتكلمين قاع عن الرنك، نتكلم عن معايير صحيه ما تراعيها اللي قد يسبب وباء، قد يسبب انتشار وباء بين الطلاب. الوضع كارثي بجميع المعايير الوضع. نعم ما هيك عند الرنك طويل اللي هي شيء اكثر الطلاب قاعد ما يلحقوا المطعم بينهم ما يلحقوا قاعد الجامعه. هل ستواصلون الاعتصام ام انكم ستقبلون بالحلول المؤقته؟ شفتي اي حل مؤقت منطقي ومقنع للطالب ويحترم كرامه الطالب لا هي نقبلوا به. نحن هدفنا هو عن الطلاب يجبر وضعية توصلهم للجامعة. نعم. اي رواية مؤقتة مع وعود حقيقية لحل الازمة لان قبلوا به يا غير مل بوليس. نعم. ما هو ردكم على مسؤول الخدمات في ظل اعلان اعطاكم حلول مؤقتة؟ شتي اولا مسؤول الخدمات ما اتصل بنا وعرف قناة الموريتانية وقال ذاك اللي يقول. ذا فاتن قال اكثر من مرة، فاتقال وزير التعليم العالي، فاتقال وزير المالية، معناه انه ما جاب شيء جديد. الطلاب حتى هم يتكلم معاهم، طلاب بلاصتهم معروفة، بدل ما يجي يرسل علينا البوليس والدارك ومسخاره، يجينا هو يتكلم معانا في ساحة الطلاب ويناقش معانا، شو كان معنا يتفهموا، يشوفوا اللي عنده، يقدم لنا اللي عنده من شيء، يشوفوا، يطرح لنا يقول لنا نحن وضعيتنا ذا هي، واللي عندنا كذا. ولا ينعدلوا لكم وعلى فترة زمنية معينة. ضعفات المسافر اللي قدموا لكم يامس لأن كونهم حلول مؤقتة وانتم رفضتوا ذاك. شتي نحن ما نرافضين أي رواية لا يتحل المشكلة بشكل مؤقت. يا غير رافضين الكذب علينا، رافضين التلاعب بنا، رافضين أن نعدلوا كي تشم الصبيان يلتعب بهم. هو رافضين أي حل مؤقت نحن قابلينه. يقال حل مؤقت ينطلق من عندنا نحن، يعود مقنع، حل مؤقت يعود حقيقي في ظرف جينا حقنا. ثانيا باصات النقل يرفد الواحد منهم 22-25 طالب، معناه عن خمسة منهم يساوي باص كبير، جابوا منهم اليوم اللي هو أكثر شيء زايد على 10 باصات، يقول واحدين لحق 15 باص، معناه عن إذا يبغنا 15 باص اللي تساوي 3 باصات كبار. معناها عن نزادوا بثلاثة والباصات الكبار جات منهم 12، معناها عن اللي 15 باص مقارنة بس ب 1000 والله 9000 طالب. هذا ما هو شيء قد يعدل الطلاب ابسط، يوفر ابسط ظروف للطلاب. وثانيا الطلاب ما وناقش معاهم، الطلاب
جاء هو والهرف قناة المرتاني وقالت شي من الكلام ما نعرف حقه من كذبه. وجات البوليس والدرك اليوم وجات المسقار وما بكتش ما جاء ما هو مقنع. احنا ما نقدروا نتخلاو عند ال 12 يوم من الاعتصام على سبة كلام قال واحد وقناة الموريتانية. نعم يقال حد يناقش معنا يجينا ويناقش معنا. هل هناك خطوات تصعيدية في النضال؟ شفتي اطمئني ويطمئن الطلاب كامل عن ما حد ما فات توفى ويعلم بهم الوزارة الداخلية على عن ما حد ما فات توفر نقل لا قبل الطلاب. ما انني نتراجعوا الى بطونا اليوم دون نرجعوا لهم من الصبح ولا بطونا نهار لقد نرجعوا لرذاك. نعم يقال هذا المولي ما يعني ان قافلين الباب قدام اي حل مؤقت في ظرف يؤدي الى حل حقيقي للأزمة. يعرفوا عنه لا تقولوا البيضاني خنفوسي اللي انت زرقه يرجع لك الى شابطونا في الدشرة هم اليوم كرد واحدين منا كلهم يزرقوا في كل من كوينات واكشوط يقال كامل رجعوا لهم نمشي دون نعرف ودون صنوفهم ودون تموا لا جايمي ودون تموا لا عصطين ودون تموا يسكتوا ولا يجدوا يسكتوا ويسوى العدل. ما مدى تعاطي طلاب مع الإضرابات؟ شفتي طلاب أغلبية الطلاب ياكم عود منصف متعاطي من الأيام الأولى للإضراب من الأيام الأولى بلا عام كامل حق إذا ينشئ خطاب دخل في واحدة من الطلاب عنهم دخل نوع من التفرقة يقي حق عندهم أيادي خفية تلعب لتفرقة الطلاب يقير القلب العظمى من الطلاب ما زالت ما هي قابلة يخز بها يقير هذا ملي دائما بظروف سلمية ليجحل له يؤدي الحلول مؤقتة ياك قير ما يتخطى الطلاب ويعود مقنعة ومنطقية في ظرف حلول حقيقية. وماذا كان القمع أدى إلى اعتقال واحدين من الطلاب؟ كان القمع اللي خلق أدى إلى اعتقال حد من الطلاب؟ اعتقلوا طلاب وبتطلوا البطشين اليوم حتى وحرش بعليات وهدوا بالاغتصاب هذا مصور كامل ودور انتشر على وسائل الإعلام ووسائل الاجتماعية واعتقلوا أمين عامين واعتقلوا جماعة من الطلاب كبيرة كلهم بتط نقر البيسات بوليس ياسم البط حق انهم انطرسوا ولا انطرسوا اقلب يسمح حد على علمي. نعم حمود صدري ما هو دور النقابات واتحادات الطلبة في هذا؟ لم يقدموا عريضة مطلبية في هذا القرار. شفتي نقابات انا هون ياك عدوات انا ماني جاي باسم النقابة انا جايني شخص من الميدان. نعم فهمتي يقير شفتي النقابات عريضتهم المطلبية قديمة ولا قطات وحركت فيها شيء. نعم. عرضتهم مطلبية معروفة وعند الجهات المعنية لها ياسر والنقابات حان يدوروا 100 بيس لأن 40 بيس منطقية ما صح 40 بيس 7000 رأي لك آخر شيء آخر شيء لأن هي كانت 5000 سنة الماضية الكليتين كانوا 5000 يزيدوا شوي وجاوهم السنة ياسر وجاتهم كلية الأداء يعني زايدة ل 7000 بعد و 7000 هذا قبلها 40 باص تقريبا اللي هي 175 معدل 175 كل باص طالع وهذا الحين هاي ما يصح النقابات طارحين عريضة مطلبية لها الشيء يقير ما قطعوا شاو معاه لأنه إما له يصنفوا من قالهم أنتم متابعين كذا ولا تابعين كذا والدولة ما هي جاوبوا معهم شوي ولحت وهو معارضته المطلبية قديمة وماشي فيها ائتلاف النقابات كامل. كيف هو تجاوب رئاسة الجامعة معكم؟ مع النقابات ومع نحن معكم أنتم الطلاب رئاسة الجامعة نحن لله الحمد ما جينا هكا لأن النقابات لأن نحن الطلاب لأنهم دخلوا الحرم الجامعي له يفرقوا النهار الأول بالمجالس التأديبية فهمتي؟ لأنك وطيت الحرم جاء أول حرم ما يقدروا يعيطون المجلس التأديبي ما يقدروا يعيطوا الطلاب في الميدان المجلس التأديبي عندهم سبب واحد من أي رواية ما هي في الحرم الجامعي ما يقدر يقدرها المجلس التأديبي فهمتي؟ لأن أي طالب والدولة شنو كان تعاطي المجلس التهذيبي معكم؟ تأديبي يعني تأديبي تعاطي المجلس التأديبي تأديبي ما عنده علاقة بينا تأديبي يعيط له يوقع ينقد فهمتي إياها خروقات بالنسبة للطلاب وفيه بالمناسبة ممثلين للطلاب رانا شاكل لهم المنبر في ممثلين الطلاب رانا ترك اللي قاعد لهم المجلس التأديبي رانا وجه لهم تحية منهم كانوا متواجدين دائما في, في الميدان وعيطوا لهم يوم السبت سابق إطراء يوم السبت اللي سابق الاثنين الموعد الماضي عيطوا لهم روايات فيهم اثنين ما هم طالعين قاعد لكن وفيهم واحد أسبوع ما طلع يتبين الإدارة بعد وضاح لها إنها قاعد الناس يجيب لها الأخبار ما فات قاعد عرفت منهم لا يجيب لها واحدين أسامي ويقوموا يكتبوهم
مجلس تأديبي رواية خارج الجامعة ما قد أدري يسوى الخالي. نعم. وتجاوبوا معانا، نعرف إنه تبارك الله مولاي أودريجي إنه حد جلاك مجلس تأديبي وخازي الخازي والإضراب، وهم تبارك الله لا يعدلوا لكم ذاك اللي يرضيهم هم. نعم. لانا ما هو نوع الحراك؟ هل هو طلابي ام نقابي؟ وانت تشوفي عنه ايجابي ام سلبي؟ والله شفتي هذا الحراك حراك طلابي مستقل، ما عنده علاقه باي نقابي يسوي شني. ما هو طبعا عندنا نحن ما نبقوا نقابات، والله عندنا معاهم مشاكل، ما نبقى نحن النقابات اخوتنا واصحابنا ومعانا في الميدان وجونا من اول نهار ووقفوا معانا ومشاكلين جدا على اللي يعدلونا. يقال لا الخوف ياسر من شنو نسمعونا احنا كي ينقال عن اي خالي نقابات تابعين جهه سياسيه، معني ماني مبارم حد دوك سياسات. يقال لا احنا تو خسرنا نحن عود عراق طلابي مستقل، ياك نسركم من ذوك روايات ما ينقال هو هذا مقيمتك معارض، والله هذا مقيمته موالات. نختاروا نحن عود ذا طلاب منجم برواية واللي مقيمهم هذا الوضع اللي عاشوا المأساوي وهو اللي مقيمهم. فهمتي؟ نختار عدد شمل الطلاب طالبين بحقوقهم من دون اي رجال ثاني دار مشيخ على رؤوسهم. وراه ما في طبعا هذا الحركه الطلابي مودي المستقل اللي قايم كامل كله يمثل راسه، كله جاي حاس انه هو والممثل واللي جاي براسه وواقف، ما في تمثيل، ما في حد يتكلم باسمه. فهمتي؟ قرضنا منه ندور، قرضنا منه ندور نسلك رؤوسنا من ياسر من الشائعات اخرى. يقال هذا ما جاب لنا نتيجه كبار، ما رد عنا بوليس بعضو تركه يبطوا مراهم، ما فيهم رقاج يمس، لا ما فيهم رقاج يقد يزرق طوبه سوي شني، ووقفوا في بلاصه ما يقد يجيهم فيها اي رقاج، ما هو منهم. قرضهم شنو؟ عن بيس ما يقصر جامعه، الطلاب اللي في البيس ينقزوا والبيسات مشوا بهم ما ندورهم. المهم عندنا نحن الطلاب ما يوصلوا للجامعه يوقفوا معانا، اذا فهمتوا قرض منها لا نحن نوقفوا القرايه لان جبر الظروف كامله تسمح لنا بنقرا. شنو معنا تعود تطلعوا وحدين وحدين ما يطلعوا؟ احنا ما نقابلين، ما انا قابل احنا كاملين طلاب وكاملين نبقوا القرايه، ما هو علينا احنا واقفين في الشمس من الصباح لين نعود القايل ما نضوقش من الصباح لين تعود الرابعه احنا وعدنا علينا كاتلنا الجوع والعطش والشمس الحاره، ما قرضنا به اياك انت مو واقفين نضحكون جوك ومروا، ما انا قرضنا به ندور الطلاب كاملين يعيشوا حياه كامله سيانه ويعود جاب النقل محترم يقدروا ينتقلوا فيه كاملين الى جاو الاختبارات. شفتي هون نختار نوضح لك عن الى جاو تقريبا الاختبارات، جاو الاختبارات الطلاب اللي ما كانوا يطلعوا عادوا يطلعوا. فهمتي؟ خارجين شمل التلاميذ تم يحضروا في الدار، ولين خارجين شمل التلاميذ يعودوا يحضروا في الدار ويطلعوا لا لكن ناتج عن الناس ناتجنا خارج شمل التلاميذ كي زاد عندهم دروس ما يحتاج يطلعوا لها، عندهم ارشيف زاد نقولوا نحن الارشيف طارحين وعندهم ويقراوا. فهمتي؟ ما محتاج انهم يطلعوا يكون الاختبارات ولا الامتحانات يقعدوا مسجلين في روايه اخرى، لكن احنا ما يعنينا، يعني بعض عن هذو الباصات العشره اللي كانوا معطينا اللي يعود الاختبارات، الناس كان اختباراتها في وقت واحد وامتحاناتها في وقت واحد. احنا كاملين نطلعوا، احنا هذو فاشلين نطلعوا. وبالنسبه للحلول المؤقته اللي نعطات لكم يا مس بخصوص الباصات، باصات المسافر اللي نعطات لكم، ما لكم لا تتفاعلوا مع هذه الحلول؟ والله سولتني عن شنو نجاوب عنه. شفتي هاو الباصات اللي نعطاو لنا كل باص يرفد 28 رقاش، تعالي انت قولي لي انا، عندنا احنا كنا في باص ثاني يرفد يال تعود من طبيعته هو مسكين ذاك الباص، والله زاد الجنازه يال تعود يرفد 103 رواقش، عاد هما يعجنوا فيه يغري من 300 رقاش، تعود كراعته طرحيه والثاني طرحتي على صاحبك. فهمتي؟ ذي الحلول نحن ما نقدروا نجو قابلينها، ما فات قعدتنا روايه رقاش جهات معنيه ذكيه حقيقيه وتقول لنا رانا اجبرنا هذه الحلول، نحن قالوا لنا لا بعد 45 يوم جايينكم بيسال، قلنا لهم سابق 45 يوم، فاشلين يمشوا. نعم. فهمتوا؟ قلنا لهم فاشلين يمشوا، قالوا لنا ما تلنا نحن تعرفين قدوا اي روايه نصدقوها، لان نحن من السنه الماضيه ونحن ونكفر لنا. نعم. عندنا روايه ما لنا شايفينها بعيوننا. هل تفاعلت معكم الجهات المعنيه الى حد ما في المطالب التي ترفعونها؟ ما تفاعل معنا، ما اجبرنا قاع حد يشدنا مع الاخبار، نحن قلنا سبعه ايام ونحن 10 ايام عفوا 10 ايام ونحن قاعدين في كرفور الطلاب. ما قط جانا مسؤول ذوك وتعني هذه القضيه ويقول لنا انتم لا يعدلكم والله لا يعدلكم الا خلونا نهارات الاولين خلق في قمع بطوه ميدين ذاك ترك الله اللي يوقف قدام البيسات راهم سياني عندهم الطافيلات والترك، ما الله قاعد اسح لهم جرود الطافيلات من جرود الترك. فهمتي؟ يبطوهم كامل سياني عندهم طير الايام الاولين يبطوهم فما ترى ذاك لين خرجت مسيره مدريد قاسهم ورا ذاك يوم الاربعاء، ورا يوم الاربعاء ما قط جانا بوليس سابق
اليوم واليوم ذاك اللي خلق الدور محقق عنك تعودي سمعتي بي. كل بيس جايبين قدامه والتين من الصنادرة وتوراها من المسقار وبوليس وبوليس الصاب بما فيهم مكافحة الشعب خارس مشي ذا من البوليس وذا من الصنادرة اللي قاعدة ما يعنيها ومسقاره هذو كامري مجورين شنو الطلاب ما فيهم واحد اللي يرد عن راسه بشي وهو شنو ما هو خابط ما هو معدل ما هو مكسر شي ما هو باطشي ما هو شنو وبتعطوا لين ذاك اليوم والترك اليوم وراجعوا من شور الجامعة مقواطرين على كارعيهم جايين راهوالك ذاك ما هو بس 7 كيلوات من قد بيج ماركت راجعوا مقاطعينها على قدرهم ودين وقفوا معاهم الطابلات كيف انهم تلاويوهم تشكي عنهم ولا انمل شايف شي من السكر وعدوا قاموا هاجمين عليهم كاملين في بلد فهمتي هجموا عليهم كاملين في بلد وقاموا لا تشكي عنه دار قال شايف عدو وما هو شيء ثاني ما تشكي عنهم بعد هم مسلمين ولا تجمعهم كبار ذيك الروايه لماذا لا تقبلون بحل وسط كيف حل وسط كذا نحن لينا قبل من الحلول الا روايه ذيك ملموسه بليت رواية نحن ما نش ما قبلت الحلول المؤقتة نحن حن شوي لا حن شوي نحن الحلول المؤقتة نحن ما نرافضين شيء يقر نحن تنكفرت ما ترينا قابرين لأن نحن مذانا نحن ونكفرنا حتى آخر تنكفرت قالنا يوم 28 نوفمبر يجيكم البيسات تمينا نحانوا الاستقلال نحانوا قاعدنا نحن قاعدين نعدوا الاستقلال قاعد نحن روسنا كان قاعد فرحاني عن شكل عن جاي النبيسات ما جانا شيء سوش نجونا لا بوليس لا بوليس يا قال اذا بعد من هذا المنبر نختار امري نوضح لكم عن بوليس ما هم هو افصل من بنديات من الطلاب لان يعني الطلاب ما هم عدل شكرا لك وصلت الفكره تعليق شويه ل عندك تعقيب تعقيب ل... شفت الحل الجزئي بالطبع نحن ما بين عنا يقال نحن كانت عندنا شركه النقل العمومي نعم واكثر مؤسسيه واكثر شوفيرات واكثر مصداقيه اقتصاديه عند الدوله هذه خلفت بواحد كاتبه كونترا كارانت بيس ما في منوش نحن بنسمح لها هذه الشركه الكبيره اللي فات عدلت لنا سنه زياده هذا عدلت لنا الوالده هي بنسمح لها نحن لا هي طلاب هم من الزمن في الساحه لا هي يقبلوا حل طيب للنقل ولا الرايد فهمتي؟ بصفتو ذي اولا انا بعد اراني ودايق يلعبوا يشوقوا في الطلاب يشوقوا في الطلاب لانك انت هذه الشركه كبيره ما قدرت توفر ذا وعاد الكونترا كانت بيس ما في منها شيء ذا بلا معنى واختي نتكلم عن نقطه اخرى تكلموهم عنها هي ان الطلاب اليوم جابوا لجان عبر فرص نعم شو ان الطرق والدرج والبوليس والكومباني ولا بقى لا باز القوات الجويه والبحريه وباز وفوق ما بقى ما هو وتم بيس قدام وتين وراه وتين اللي يدخلوا الجامعه ويقول لهم كوميسار دوروا بعد تدخلوا في المتياه بار فورس بحيث بلا معنى هذا للامانه انا من المنبر مندد بتدنيس الجامعه نعم. تدنيس الحرم ما هي المطالب التي تود من الجهات المعنيه تحقيقها؟ نحن هذا ندور لا شيء يرفدنا الى الجامعه حق بعد ندور من لا تنين نتقدم ونشوف شيء بلاص نتقدم فيه صاحب الخدمات للامانه المطعم قال انه قد لا يقبل باش احنا رجعت نسحى باش ندير لكم هذا هذا حقيقه لا يلقى مستوى هو ك مدير مسؤول الخدمات فهمتي؟ فيه عندي عنهم ما نعرف كم من الشيز تطالع اكثر الناس اللي قدامي من الناس النقر ومطالبنا هذه هي الجزئيه الحل الجزئي نحن قابلين به يقير الصوره اللي طرحوا بها صاحب الخدمات صوره مبهمه ما تسويق له ما هو لانك قلت لنا دور يخليك حل جزئي حل في انتظارك انتظاري لك من الكلمات سيكون هناك حل جزئي الحل الجزئي بينك تلبس شعره قال لنا حل جزئي جاتنا طيب للنقل والله رائد للنقل والله ما يعني هذا بيت ما خاض عن شيء وخرس ايه احنا الصبح ما ندري من هالناس ينقلوا شور ما يبون ينقلوا شور ما اعرفش احنا قاعدين الصبح قدوا يكثروا عليهم باساج خلونا احنا هنا تيتم وماشي بلا معنى هز لي هذه جوقه في الطلاب بلا معنى في الختام تعقيب شوية قبلية سابقة نعم. بعد الختام شفتي شفتي قضية الإدارات المالية هنا لا بسيط شفتي سيدي ولد سالم اللي هو وزير التعليم العالي السنة الماضية يعني في وزارة التعليم العالي ورا لجنة المنح قطعت منح الطلاب قطع أعطت منح زايد على 1000 طالب جوا وقطعها ظلما وعدوانا ورفض لقاء النقابات الطلابية وخضع لينا السنة وخضع لينا وأول هاي السنة جو وقف نحن وقفتنا مع عدني السبت ظهر هذه اللي تونس السبت عدني وقفة عند الجامعة
وذاك الوقت في كلية الطب إلا ما كلف راسه عنه يتوقع للطلاب يعرف زي شنو ورذاك يظهر له سيد الإعلام يقول نحاول حل المشكلة نحاول حل المشكلة ثانيا الصح من خدمات الجامعية ذلك ما شارك فيه الطلاب قاعد وإذا الحل مؤقت ما يعرف الطلاب شنو نحن ما نعرف إلا شنو اللي جانا انتم الحل المؤقت اللي يامس دوني منها يامس لماذا لا تقبلون بهذا الحل نحن ما نرافضين أي حل مؤقت يقير حل مؤقت مشاركين فيه ونعرف عنه حل مؤقت منطقي قد يتقبلون هاي قد عد موقعين مع كونترا دي جور نعم قلنا أنا مو موقعين مع يوم ما نعرف له شيء نحن ذي ما قلنا هذا الحل مؤقت صيفتو شني اشرحونا هذا الحل مؤقت شنو هو نعود نعرفه كان نقابلين به ولا ما نقابلين به نحن ندور الرواية تنقل طلاب طريقة محترمة طريقة تليق بالبشر طريقة تليق بطالب اكاديمي نعم طالب جامعي يفطنتي جامعة واحدة للأقل وفروا له ظروف نعم طلاب يا أخواني حام كلمة أخيرة كلمة أخيرة نقول للطلاب على عنهم لا يخزي بهم حد ولا يضعف حد من عزيمتهم ولا يقبلوا يصعب عليهم عنهم ما يتراجعوا عنهم يمشوا يشور قدام عنهم يرفضوا اي رواية ما هي واضحة فات مشات عشرة ايام فات مشات عشرة ايام ما يعطهم يقبلوا تلاو وخز بيهم ولا يتعب عليهم شكرا لك غلانا بالختام شنو الكلمة اللي تبقي تواصلي لإدارة الجامعة والطلاب احنا اختار نقول الجامعة عن 40 بيس قاعد المقبول بعد 45 يوم انا ما تكفيش كل بيس قاعدوا عنه يرفض مية وذرت الواقيش مية وذرت الواقيش اللي انت لايت تخرس الطلاب الفهم تجبري هاي في 4000 ونحن 11700 تعالي قولي ليش لي ترفض ليك ما يرفض ايش يقولا وما طالبنا كيف ما قالوا الطلاب هي من البيسات ندوروا فيا ما نم حد عنها مية ليك واحدة زيادة على ذلك نقول عن قمع الطلاب لا يجدي نعم عن التلاميذ كاملين هذا باش زاد عزيمتهم وطالبهم هون من هذا المنبر نتلامي عنهم لا يفتروا ولا يقولوا اليوم خبطوني من الله وفتر يوجعني الله ولا يوجعني الله عنهم تقول عزيمتهم مانعة وعرفوا عنهم مطالبهم عندهم فيها حق وشرعية ويقرؤوها الروس ما لا يقرؤوها بالخبير ولا يقرؤوها بأي شرع يقرؤوها لا بالقانون شكرا لك دعاد القانون سامح لهم بذلك شكرا لك كلمة أخيرة أنا أولا داهي نشكر العنصر النسوي طافيات في ذا الميدان اللي كانوا تهاجوا فوق روسنا واللي قدموا تضحيات كبيرة واللي كانوا هما المحفز الأكبر لأن احنا هادو اللي بأذن بدايين على ذا الميدان وعلى ذا الروايات شكرا لك شكرا ونختار نختم قابهم شوي تعاطهم مع الناس المبط من نيتوني بالكذيب قبيل واربكم بالكذيب تمنوني وعلى عشان نصحرت الليل وطالبت في حق تبطوني وعلى عشان تكلم شكرا لك إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم شباب ريم الذي يهتم بقضايا الشباب التي هي جزء من المجتمع وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر في حلقة قادمة في الأسبوع القادم هذه تحياتي حنان محمد سيدي ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء